كما كتعرفوا على ان الشمال كيخدم مجموعه ديال السياح الاجانب والمغاربه في دوزو في العطله الصيفيه ديالهم. وبين المدن الشماليه كاينه مدينه اصيل اللي كتميز بعده مميزات بالنسبه للمدن الاخرى. فمثلا اصيل كتميز بالمدينه القديمه ديالها اللي فيها الاسوار البرتغاليه والابراج، السياح ملي كيجيو كيتسالوا فيها كيزوروها. ثم انها كتميز بالقرب ديال الصغر ديالها، ما كنحتاجوش فيها وسائل النقل، كل شيء قريب، السوق قريب، البحر قريب، المرافق كامله قريبه. وكتميز ايضا بشساعات الشواطئ ديالها اللي لا في وسط الاصيله ولا في الاتجاه ديال العرائس ولا في الاتجاه ديال طنجه. مدينة شفشاون مدينة تتميز بعدة مؤهلات، منها يعني المدينة القديمة ذات العمران اللي عنده تقريبا ستة قرون، مدينة اللي يعني تمزج فيها عدة حضارات، حضارة مغربية حضارة أندلسية. مدينة شفشاون معروفة بالمؤهلات الطبيعية ديالها، يعني مدينة شفشاون إلا جي بالنسبة للزوار اللي يجيو ليها يمكن يمارسوا جميع انواع السياحات، سياحه ايكولوجيه، سياحه ريفال، يعني سياحه طبيعيه. مدينه شفشاون يعني قربها البحر الابيض المتوسط يعطيها نكهه اخرى جديده، يعني مدينه ديال الراحه، مدينه ديال ما فيهاش لو ستريس، فيها لو ريلاكس. هذه هي مدينه شفشاون.